صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. أسامة سرايا، الأقباط المسيحيين انقلبوا على الدولة بعد هذا الحادث الأليم بشعورهم أنها غير أمينة معهم. أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأزبك أن حادث استهداف الكنيسة التي سوف نتحدث عنها عشية احتفالات رأس السنة، والتي أسفرت عن مقتل أو بمعنى أدق استشهاد 23 شخصا وإصابة 97 آخرين، كانت فارقة بالنسبة للبابا والحركة المسيحية في مصر. وقال سرايا خلال برنامج الذهبي المذاع عبر فضائية ميسات أن البابا والحركة المسيحية في مصر اتخضوا علشان كده انقلبوا على الدولة وحسوا إن الدولة غير أمينة معهم. نأكد تاني بالمقالة إن أسامة سرايا الأقباط المسيحيين انقلبوا على الدولة بعد حادث القديسين لشعورهم إنها غير أمينة معهم. وأكد الكاتب المسيحي سوري عفوا أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأزبك أن حادث استهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية احتفالات رأس السنة عام 2011، والتي أثرت على مقتل 23 شخص وإصابة 97 آخرون، كانت فارقة بالنسبة للمتنيح البابا شنودة الثالث والحركة المسيحية في مصر. وقال سرايا خلال البرنامج الذهبي المذاع عبر فضائية ميسات أن البابا والحركة المسيحية في مصر اتخضوا علشان كده انقلبوا على الدولة وحسوا إن الدولة غير أمينة معهم. إنه اليوم الجميل 21 من الشهر المبارك، بابا أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان ومغفور الخطايا والآثام ومن قبل مراحم الرب وإخواتي أمين. في مثل هذا اليوم نعيد بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول زكية مريم والدة العلاء أم الرحمة الحنونة شفعتها تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تنيح النبي العظيم يوئيل ابن فينوئيل من سبط رأوبين. وقد تنبأ في زمان أسى ابن أبي ابن رحبعام ابن سليمان، ووعظ الشعب وبكتهم وتنبأ على حلول الرب بصهيون وعلى الأمة وعلى حلول الروح القدس المعزي على التلاميذ الأطهار في يوم العنصرة، كما أنبأ أنهم يتنبؤون وهم وبنوهم وبناتهم، ويحلم شيوخهم أحلاما ويرى شبابهم رؤى. وتنبأ النبي يوئيل على خروج شريعة الإنجيل من سيون إذ قال: ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت يوئيل. وأبان أن الحرب بعد مجيء المسيح تقوم في الأرض، وتكلم عن القيامة قبل مجيء السيد المسيح بأكثر من 1000 سنة، وأن الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها يوئيل. وتوفى في شيخوخة صالحة صلاته تكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا نعيد تذكار نقل أعداء العاصرة الذي أقام الرب من بين الأموات، وقد نقلها أحد الملوك المسيحيين إلى مدينة القسطنطينية، وذلك أنه لما سمع أنها في جزيرة قبرص أرسل قوما أمناء من رؤساء الكهنة إلى الجزيرة، فوجد الجسد المقدس موضوعا في تابوت رخام ومدفونا تحت الارض، وقد نقش على التابوت: هذا هو جسد العازر صديق الرب يسوع الذي اقام من الاموات. بعد ان مكث مدفونا 4 ايام ففرحوا به واحملوه الى مدينه القسطنطينيه، وخرج الكهنه ونقلوه باكرام كثير ووقار عظيم وصلوات وبخور، ووضع في هيكل الى ان بنيت له كنيسه ونقل اليها وعيد له فيها. شفعت تكون معنا امين. في مثل هذا اليوم ايضا من سنه 1405 ميلاديا 1121 الشهداء تنيح القديس فريج المعروف بالقديس رويس، كان القديس من ضيعه صغيره بالاعمال الغربيه تسمى من يد بامين، وكان اسم ابي اسحاق وامه ساره، ولما ولد سمياه فريج، وكان يعمل مع والده في الفلاح، وكان له قعود جمل صغير يبيع عليه الملح، وحدثت ضائقه للمسيحيين فجاء إلى مصر وصار يتنقل من جهة إلى أخرى، ولم يكن له مبيت ولا مأوى، وكان يقضي أغلب ليلة سهرا في الصلاة والنوح، ولم يقتني رداء ولا ثوبا ولا عمامة، بل كان عريانا إلا ما يستر به جسمه، وكان مكشوف الرأس ومنظره كسواح البراري وعيناه محمرتين من كثرة البكاء، ولم يحلق شعر رأسه مطلقا، وكان قليل الكلام. وذات مرة ضربه أحد الأشرار بقسوة زائدة فلم يفتح فيها، وكان حاضرا في ذلك الوقت القديس مرقس الانطوني فانتهره. وفي اخر ايام حياته كان يقول: يا عذراء خذيني لان الحمل ثقيل علي، ويعني بذلك تقل حمل خطايا الشعب التي كثيرا ما كان ينهاهم عنها فلا يستمعون لكلامه. وكان معاصرا للقديس البابا ميتا اوسب
البطريرك السابع والثمانين والقديس ماركوس الأنطوني في زمان السلطان الملبى الظاهر برقوق. ومن غريب أمر أنه حبس ذاته داخل مخزن صغير عند أحد تلاميذ المدعو ميخائيل البناء بمنية السيرج، وأقام 9 سنين في ذلك المكان حتى تنيح في 21 طوبة سنة 1121 للشهداء، ودفن بكنيسة العذراء بالخندق. وله عدة عجائب تضمن أشفياء وتنبؤات وإنقاذ كثيرين من دقتهم. صلاته تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم أمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم بالقناة ودعمكم الجميل، لكم مني كل الحب والتقدير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. أسامة سرايا، الأقباط المسيحيين انقلبوا على الدولة بعد هذا الحادث الأليم لشعورهم أنها غير أمينة معهم. أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق أن حادث استهداف الكنيسة التي سوف نتحدث عنها عشية احتفالات رأس السنة، والتي أسفرت عن مقتل أو بمعنى أدق استشهاد 23 شخصاً وإصابة 97 آخرين، كانت فارقة بالنسبة للبابا والحركة المسيحية في مصر. وقال سرايا خلال برنامج الذهبي المذاع عبر فضائية ميسات أن البابا والحركة المسيحية في مصر اتخضوا علشان كده انقلبوا على الدولة وحسوا إن الدولة غير أمينة معهم. نأكد تاني بالمقالة إن أسامة سرايا الأقباط المسيحيين انقلبوا على الدولة بعد حادث القديسين لشعورهم إنها غير أمينة معهم. وأكد الكاتب المسيحي أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق أن حادث استهداف كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية احتفالات رأس السنة عام 2011، والتي أثرت على مقتل 23 شخص وإصابة 97 آخرون، كانت فارقة بالنسبة للمتنيح البابا شنودة الثالث والحركة المسيحية في مصر. وقال سرايا خلال البرنامج الذهبي المذاع عبر فضائية ميسات أن البابا والحركة المسيحية في مصر اتخضوا علشان كده انقلبوا على الدولة وحسوا إن الدولة غير أمينة.